دلوقتي طبعا الفصل الثالث انا هعدي ادخل على طول على الفصل الرابع، تحليل التعادل والرفعه التشغيليه. تحليل التعادل هو عباره عن تحليل انا بستخدمه في التخطيط المستقبلي بوجود العلاقه ما بين الربح والايرادات والتكاليف، ومنه بطلع بحاجه اسمها نقطه التعادل، حاجه اسمها حجم التعادل بالكميه او التعادل الكمي، حاجه اسمها التعادل القيمي، اطلع حجم التعادل اللي بيحقق لي ربح مستهدف او قيمه التعادل بتحقق لي مستهدف، اطلع حاجه اسمها هامش الامان، اطلع حاجه اسمها نقطه تماثل التكاليف. بيهمني طبعا في الاول التعادل معناته ايه، او نقطه التعادل بتبين المستوى اللي بتتعادل فيه الايرادات المبيعات مع كل التكاليف اللي عندي. التكاليف عندي اللي هي تكاليف متغيره وتكاليف ثابته. ببدا الاول عشان اشتغل على التعادل بجيب هامش المساهمه عباره عن الايرادات اطرح منها التكاليف المتغيره. طب للوحده ده اللي انا قلته دوت للكل، لكن للوحده الواحده سعر بيع الوحده ناقص تكلفه المتغيره للوحده. لو هبدا بحجم التعادل بالوحدات، يعني التعادل الكمي عباره عن بسط التكاليف الثابته مقام هامش المساهمه الوحده، او ممكن اسميه ربح حدي للوحده. التعادل بالقيمه عباره عن تكاليف ثابته في البسط على نسبه هامش المساهمه في المقام، او ممكن بوصل له بطريقه اسهل هنشوفها مع التمرين، اللي هي هضرب حجم التعادل بالوحدات بسعر البيع واطلع على طول. حجم المبيعات بحقق لي الربح المستهدف بسط التكاليف الثابته زائد صافي الربح المستهدف اللي احنا عاوزين نوصل له. المقام هيبقى هامش المساهمه للوحده او ربح حدي للوحده. طب عشان اطلع القيمه هضرب الحجم في سعر بيع اللي انا طلعته ده في سعر بيع الوحده. نقطة تماثل التكاليف هنشوفها إن شاء الله، هي النقطة اللي بتتماثل عندها أو تتساوي عندها التكاليف الإجمالية لكل البدائل. بنبدأ نشوف تمرين على تحليل تعادل نقطة تماثل التكاليف، عندكم التمرين صفحة 114. أنا حاولت إن أنا أجمعهم كلهم مع بعض بحيث إن أنا بعدل التمرين في صياغته. ادي توفرت بيانات البديلين ألف وب، كمية مبيعات بالوحدات مخططة 16000 16000، سعر بيع الوحدة 20 جنيه 20 جنيه، التكلفة المتغيرة الوحدة 8 و12، تكاليف الثابتة 90000 38000. عاوز يحسب التعادل كمي وقيمي. يعني ايه تعادل كمي؟ يعني حجم المبيعات اللي بحقق التعادل او عدد الوحدات اللي بتحقق التعادل اللي عندها، لا تكسب الشركة ولا تخسر. القيمة يعني ايه؟ قيمة المبيعات اللي بتحقق التعادل. عاوز يحسب كمان حجم قيمة المبيعات بحقق ربح المستهدف قدره 50000 جنيه، وعايز يحسب معدل هامش الامان للبديلين ونقطة تماثل التكاليف. ونقطة تماثل التكاليف قلنا عليها في البداية النقطة اللي بتتساوى عليها تكاليف الايه؟ البديل. هنبدأ بأول حاجة هامش الربح أو هامش المساهمة أو الربح الحدي للوحدة الواحدة، عبارة عن سعر البيع ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة، يعني 20 ناقص 8 هيديني 12 في البديل الأولاني، في البديل الثاني 20 ناقص 12 هيديني 8. هبدأ أجيب حجم التعادل. حجم التعادل عبارة عن التكاليف الثابتة اللي هي 90000 على ربح الحدي للوحدة الواحدة اللي هو 12، يديني 7500 وحدة. هجيب التعادل القيمي أو قيمة المبيعات اللي بتحقق التعادل، همسك 7500 هضربها في 20 جنيه سعر بيع الوحدة الواحدة البديل ألف، يديني 150000. عاوز حجم وقيمة المبيعات اللي بتحقق الربح المستهدف، هبدأ أجيب الحجم الأول هحط في البسط 90000 اللي هي التكاليف الثابتة للبديل الأولاني، هجمع عليه ربح المستهدف وأقسمه على ربح الحدي للوحدة الواحدة يديني 11667. يبقى عندي 11667 لما نبيعهم وحدة هيجيلي ربح قدره 50000. طب ايه هي قيمة المبيعات بقى؟ بكام جنيه أبيعهم عشان يتحقق لي الربح دوت؟ هضرب ال 11667 في 20 يديني 233340. طب أجيب آخر حاجة معدل هامش الأمان عبارة عن المبيعات المخططة ناقص مبيعات التعادل على المبيعات المخططة. مبيعات المخططة عندي 16000 ناقص مبيعات التعادل في البديل ده 7500، هضربها في 100 يديني 53
وواحد من عشرة في المية. ده البديل ألف، زي ما عملت في بديل ألف هعمل بديل ب، هجيب حجم التعادل هيطلع لي 4750، هجيب التعادل بالقيمة هيطلع لي 95000، هجيب حجم المبيعات بحقق ربح المستهدف هيديني 11000 وحدة، هجيب قيمة المبيعات بحقق ربح المستهدف هيديني 220000 وحدة، هجيب معدل هامش الأمان هيديني 70.3%. واضح إن هامش الأمان بديل ب أفضل. اخر حاجه بقى بجيب نقطه تماثل التكاليف. نقطه تماثل التكاليف عندي اللي هي عندها بتتعادل التكاليف الكليه للبدائل. انا الحجم اللي بتعادل عنده التكاليف الكليه للبدائل هو مجهول عندي، هدي سين او سين، وهحط عندي معادله التكاليف الكليه. التكاليف الكليه عباره عن تكاليف ثابته زائد تكاليف متغيره. التكاليف الثابته البديل الاولاني 90000 زائد التكاليف المتغيره عباره عن نصيب الوحده الواحده من التكاليف المتغيره في عدد الوحدات. عدد الوحدات مجهول عندي، الوحده الواحده عندي في بالنسبه للتكاليف المتغيره 8 في البديل الاولاني، البديل الثاني 12 وتكاليفه الثابته 38. حاجه طبعا هجيب السينات في طرف والجنيهات في طرف تاني، ولما انقل حاجه من طرف لطرف بنقلها باشاره سالبه، يبقى عندي 12 س ناقص 8 س هتساوي 90000 ناقص 38000. اذا 4 س هتساوي 52000، اذا س هتساوي 13000 واحد. يبقى نقطه تماثل التكاليف هنا 13000 واحد، يعني مستوى النشاط عندي 13000 وحده. مستوى النشاط ده هتتساوى التكاليف البدائل. عاوزين نتاكد من الموضوع ده. عندي هنا التكاليف الكليه البديل الاولاني 90000 تكاليف ثابته زائد 8 التكلفه المتغيره للوحده الواحده في عدد الوحدات اللي انا طلعتها 13000، هيديني اجمالي التكاليف 194000. البديل الثاني عندي التكاليف الثابته زائد التكلفه المتغيره للوحده الواحده في البديل ب 12، اضربها في عدد الوحدات اللي هي 13000 اللي هو مستوى النشاط اللي انا طلعته، يديني 194000. اذا فعلا عندي 13000 وحده تتساوى التكاليف الكليه للبديل الأولاني والبديل الثاني. كده يكون انتهينا من الفصل الرابع.